خرج على الطريق دغيا وخرج الجرع. في اطار المناسبه المسانده ديال سي عبد الله والعائله اللي بغاو يشردوهم وراحنا غاديين في اتجاه ديال صبرا نشوف واحد العائله راه غادي يخرجوهم من البلاد ديالهم. هذه اللحظه 7 ديال الصبح ودابا راه 7 ديال الصبح ورحنا غادي نوصلوا عندهم تما جابوا القوات العموميه باش يشردوا. شحال من عائله اللي كاينين السي عبد الله؟ ازيد من 200 عائله. 200 عائله ورحنا غادي لعندهم دابا. ازيد من 200 عائله مهدده الان، مهدده الان بالافراغ والتشريد على الساعه 6 صباحا وخارج كل الاعراف والقوانين. يتعرض سيكتور 6 الى هجمه شرسه من طرف قوات القمع لتهجيرهم من ارضهم، وهو الموضوع الذي سلف للهيئه المغربيه لحقوق الانسان ان تبنته سلفا وازارتهم خارج كل الاعراف. لا نفهم كيف يتم تنفيذ الحكم في فجر الليل، لا نفهم لحل نحن لا زلنا في المغرب، لا نفهم هل هذا هو الوطن؟ هذا كل ما يمكن ان نقوله باختصار شديد، وسنوافيكم بكل التفاصيل وسنفجرها معركة الى جنب الكادحين.